هذه يتقدم على المركز الثاني، ياتي شعار بالعود على ظهر منذر مبارك بن حمد بالعود العامري، يتقدم في ثاني المراكز ويتسلل نحو الصدارة، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث اشوف الغدوم والانطلاق في هذه اللحظات من قبل هنا الاوفر لحمد بن عوض بن حمد الكربي، يتقدم مع ثالث المراكز، بينما النصر يحتل المركز الرابع، احمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي من يتقدم على رابع المراكز، بينما في المركز الخامس يتقدم مليح محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري يحتل المركز الخامس في هذا الاندفاع. هكذا نتيجتنا ونداءنا للخمسة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط منذ بداية انطلاقتنا من الأربعة كيلومترات. تحديات التمهيدي الثاني في هذا اليوم، نشهد منافسات غوية وتحديات وتيمات خيالية بالفعل في هذا اليوم. التوقيت الأفضل نذكر به مشاهدين الكرام 5:58 الذي قدم لنا بن عمان قدم لنا أنذار سالم بن سعيد بن راشد المهيري في أول أشواط الإبكار. المهجنات الأصايل هي المسيطرة على التوقيت الأفضل في هذا اليوم. نعود إلى مقدمة الشوط ونعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الله يا منذر وسلالة منذر المختبر، يقدم الملحن مبارك بن حمد بالعود العامري، ينطلق مع البداية الأولى راعي تغرود وراعي العديد والعديد اللي حملا هذا الشعار في المهرجانات الغوية وفي المناسبات الغوية. يتقدم أبو مسلم مع الصدارة، بينما في المركز الثاني النصر أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي يتواجد في مركز الوصافة، بينما أشوف المركز الثالث. المركز الثالث ياتي هنا، ياتي ويتقدم الأوفر حمد بن عوض الكربي في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع مليح محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري، بينما في المركز الخامس ياتي نشوان محمد بن علي بن مبارك المنصوري. الكل بدأ مشاهدين الكرام يقترب هنا في هذه اللحظات وفي هذه التحديات المثيرة. منذر على المركز الأول، منذر على البداية، أبو صبح بالخير إلى أهل المختبر. أي أبو مسلم مع هذا الاندفاع، الركز والتركيز مطلوب من كل المضمرين في هذا الانطلاق المثير. منذر على الصدارة مبارك بن حمد بالعود العامري، بينما في المركز الثاني يتواجد مليح محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري في هذه الانطلاقة المثيرة مع هذا الاندفاع الجميل. المركز الثالث هنا يتقدم في هذه اللحظة نشوان محمد بن علي بن مبارك المنصوري وصعب المضمرين، يقدم لنا النادر عبيد بن سلطان بن مثر بن مرخان الاكتبي. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى منذر ما شاء الله وتبارك الله. مبارك بن حمد بالعود العامري ينطلق أبو مسلم كما يفاجئنا بالكثير والكثير من النوعيات الفريدة. الله الله، الستمائة متر الأخير، الستمائة متر النهائي. المركز الثاني ياتي مليح محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري، ولكن منذر على المقدمة سلالة المختبر. سلام الله عليك المختبر، سلالتي منذر المختبر. ومنذر تصل المعلومة، لم يذق طعم الهزيمة في حياته مع الملحن مبارك بن حمد بالعود العامري منذ صغره وحتى هو في سن اللقاية. سلام يا زاخر سلام، سلام يا زاخر سلام، تحية لأبو مسلم مبارك بن حمد بالعود العامري، بالذكريات بالذكريات بالرموز بالإنجازات الغوية. سلام يا زاخر سلام، خلاص يا أبو مسلم، خلاص خلاص راح منذر. سلام يا المختبر، صباح الخير يا المختبر على هذا الفوز، لحظة وصول منذر الغني عن التعريب بإنجازاته. تحية لمبارك بن حمد بالعود العامري وتهنية لمطر بن حمد بالعود على هذا الفوز. المركز الثاني وصل فيه مليح لمحمد بن رايد بن ضحاك، المركز الثالث شعار بن مرخان، المركز الرابع وصل فيه شعار المنصوري، خامسا
نحيل الأعضاء لجرة خط النهاية. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس إلى مالكي مندر مبارك بن حمد بالعود العامري الذي تفوق مع سلالة مندر بست دقائق وست ثواني. تهانينا والناموس لأبو مسلم على هذا الفوز مبارك بن حمد بالعود العامري، والتهنية نزفها إلى أهالي زاخر في مدينة العين مدينة الخضرة والجمال.